وتقول لك انا كدابه. طبعا كدابه دي تقول لك انا ما دايم في حضنك مني يا كدابه. يوسف ابني ما بيتقابلش في حضن حياتي. اتفاجئت بالاسمين اللي انا النهارده. هو كان قدامي ما اتكلمتش ليه؟ ما صدقتيها ان هي قالت ان هي اللي بلغت عنه؟ بقى دي كدابه كدابه في كل اللي بتقوله. كدابه في كل كلمه بتقولها. هي بتحاول تصطعده في الجميع. ايوه هي كدابه لان كان قدامها يوسف. قدامها يوسف من اول لحظه ما اتكلمتش ليه؟ كان قدامها وقت ان هي تبلغ. كان قدامها وقت اتكلمت لك مش عارفه ده قالت ان ضميرها صحي بعد 4 شهور. ايوه ما اعرفها ما اعرفهاش. ايه ضميرها صحي بعد 4 شهور؟ هي اصلا ده لما السيد طلقها ورماها فهي حبت ان هي تعمل كده بس وخلاص. انتقاما منه يعني. انتقاما منها. لكن هو مين اللي قايلها لها؟ لكن مش استعطافا بيكي. قلت لك بجيب حق يوسف. حق يوسف مين اللي تجيبه؟ هو كان قدامها يوسف حي اصلا وتكذب تقول كنت باكله في حضني. لا والله العظيم لا دي كدابه. دي كدابه ما اكلتوش حتى بصوره قلبها. مفيش اصلا حاجه ما اكلهاش خالص. ليه النهارده بعد اللي هي اللي كانت بتقول انها محتاجه يوسف فيه ما تسمعش فيه النداءات بتاعتها؟ لا هي عارف وبتسمع طبعا. كدابه دي تقول لك انا ما دايم في حضنك مني يا كدابه. يوسف ابني ما بيتقابلش في حضن حياتي. اتفاجئت بالاسمين اللي انا النهارده اتفاجئت. مش مصدقه كلامها. دي كدابه. ده بتدافع عن نفسها هي والقصر اللي جايباه ده اهو. بتحاول تبرأ نفسها. بتدافع عن نفسها. بدك من يوسف. ده يوسف كبير ويوسف هبال هو صغنن وطفل رضيع. ده مني ما بينامش. عارف ان هو مخطوف ومسروق. هي اللي ده هل ده يشفع لها؟ لا ما يشفعلهاش لان هو كان قدامها. كان قدامها ما اتكلمتش ليه؟ ما صدقتيها ان هي قالت ان هي اللي بلغت عنه؟ بقى دي كدابه. كدابه في كل اللي بتقوله. كدابه في كل كلمه بتقوله. هي بتحاول تصطعده في الجميع. ايوه هي كدابه لان كان قدامها يوسف. قدامها يوسف من اول لحظه ما اتكلمتش ليه؟ كان قدامها وقت ان هي تبلغ. كان قدامها وقت اتكلمت لك مش عارفه ده ممكن ان هي قالت ان ضميرها صحي بعد 4 شهور. ما اعرفهاش. 4 شهور. هي اصلا ده لما السيد طلقها ورماها فهي حبت ان هي تعمل كده بس وخلاص. انتقاما منه. انتقاما يعني. منها. لكن هو مين اللي قايلها لها؟ لكن مش استعطافا بيكي. قلت لك بجيب حق يوسف. حق يوسف مين اللي تجيبه؟ هو كان قدامها يوسف حي اصلا وتكذب تقول كنت باكله في حضني. لا والله العظيم لا دي كدابه. دي كدابه ما اكلتوش. حتى بصوره قلبها. مفيش اصلا حاجه ما اكلهاش خالص. لا هو كان قدامي. كان قدامي ما اتكلمتش ليه؟ ما صدقتيها ان هي قالت ان هي اللي بلغت عنه؟ بقى دي كدابه. كدابه في كل اللي بتقوله. كدابه في كل كلمه بتقوله. هي بتحاول تصطعده في الجميع. ايوه هي كدابه لان كان قدامها يوسف. قدامها يوسف من اول لحظه ما اتكلمتش ليه؟ كان قدامها وقت ان هي تبلغ. كان قدامها وقت اتكلمت لك مش عارفه ده ممكن ان هي قالت ان ضميرها صحي بعد 4 شهور. ما اعرفهاش. ايه ضميرها صحي بعد 4 شهور؟ هي اصلا ده لما السيد طلقها ورماها فهي حبت ان هي تعمل كده بس وخلاص.